درس كنا بنتكلم عن ان اجراءات التحكيم او التوقيت لحد ما الحكم يبقى دولي والكوتا وكلام كتير جدا جدا في الكواليس. كان مهم الناس تكون فكره ان ازاي اصلا الحكم بيتكون. طب هل اللعب الدولي بقى كمان بيبقى ليه استثناء معين وانت في مشوارك كحكم؟ طبعا انت لو كده. لعيب دولي سابق طبعا السن من 3 سنين ممكن، بس بقرار لجنه ومجلس اداره الاتحاد. ده الاستثناء الوحيد، ده الاستثناء الوحيد اللي هو من المرحله الثالثه للثانيه، دي تاني يبقى بدل 3 سنين يبقى سنه واحده. سنه واحده. يعني ايه ساقط كوبر؟ كابتن محمد، كوبر تيست. بس كوبر تيست ده هو الاجتياز الفعلي بعد النجاح طبعا في الجدد، هو ده اللي بيأهلك اللي انت تتحكم. البدني لما يكون في التيست. كان الاول زمان يا كابتن المعايير الكوبر كان معمول بنظام، دلوقتي بقى 30 طول 150 في 30 ثانيه. طبعا المعايير اختلفت، بقى في سرعات اقوى يا كابتن محمد عكس زمان. زمان كان في نفس بس وتجري ال 12 لفه والتجتاز وبتاع. طبعا كل حاجه فيها تحديث، انما طبعا الكوبر تيست لازم هو الاجتياز. بنشوف السنه دي في مشاكل في الدوري المصري، بنلاقي حكام في الكوبر تيست بتبقى ساقطين وما اجتازوش الاختبار، وتلاقيهم بيحكموا في الدوري هي دي المصري. حاجه اختياريه؟ لا، هو المفروض يا كابتن احمد لازم يبقى في ثواب وعقاب. انا ما ينفعش يعني حكم يبقى مجتاز الكوبر وقاعد في بيته، وحكم تاني ما اجتازش الكوبر قاعد على الفار. يبقى انت دلوقتي هو الفار يندرج تحت المشكله الكوبر؟ المشكله يا كابتن محمد كوبر تيست. ان هو الفار اللي قاعد على الفار لازم يكون واخد رخصه الفار. الفار ليه رخصه معينه، فطبعا لازم من العداله والمساواه ما يكون حتى حكم واخد رخصه الفار واجتاز الكوبر وحكم ما اجتازش كوبر. والحكام دي يعني من اول اسبوع وتاني اسبوع حكموا في الدوري الممتاز. انا معلش انا قصدي هتلخبطنا شويه، يعني مثلا في حد بيحكم وممكن يكون ساقط كوبر مثلا؟ ايوه، بس يقول لك الفار، انا قاعد في الفار في التكييف، مش يعني بيحكم فار مش فار بيحكم ملعب. فار ممكن تكون في وجهه نظر ان الفار مش هيعمل مجهود في الوقت الحالي، بس هل يقدر ينزل ملعب وهو ساقط كوبر؟ لا طبعا ما ينفعش. لا طبعا. ماشي، يبقى دي ممكن تكون فيها استثناء عشان ده قاعد على الفار. ولا يا كابتن، بس هو حكام الفار بتلف معاهم على طول فكره ان انا النهارده بحكم فار بكره بحكم ساحه عادي، ولا هي بتبقى الفار فار بس؟ لا، بيحكم ساعات فار وساعات بيحكم ملعب. طب ما لما ده اللي بيجتاز الكوبر، اللي بيجتاز الكوبر، اللي بيجتاز الكوبر، لما ما اجتازش الكوبر يقول لك قاعد على الفار. لا، المبدأ واحد. ما ينفعش واحد ما يكون ما اجتازش كوبر وانا كافئه اقعده على الفار، والحكم اللي هو واخد الرخصه واجتاز الكوبر قاعد في بيته. لا، مش دي العداله. ازاي لجنه الحكام بتسمح بمشاركة الحكام لو ان ده قانون على الكل ان ما اجتازش الكوبر ممكن يقعد على الفار او اي حاجة تانية؟ لجنة الحكام هي المنوطة بذلك التعيينات. فطبعا الحكم هيقدر يقول للجنة الحكام ما ينفعش، لازم يكون في مبدأ الصواب والعقاب. يا كابتن محمد انا اجتزت الكوبر اتفضل، حتى لو على الفار، حتى لو على الفار. يعني بس الفار ده مش مطالب بسن معين، لان كان في كده كلام ان ممكن الفار مثلا الحكام اللي كبروا اكتر، لا ان 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 كان نحتاج خبراتهم مثلا في تقنيه الفار، لان انا شايف حقيقه ممكن يكون في فرق مستويات من حكم الساحه وحكم الفار. ده عامل بلبله وعامل جدل. عندنا مشكله يا كابتن محمد اللي في ايه؟ المشكله انت ممكن تلاقي حكم مع الفار قاعد على الفار ما حكمش في الدوري الممتاز. فازاي انا حكم في الدوري بحكم في الدوري وانا هقتنع بحكم ما عندوش افضليه ولا قناعه ولا موهبه في الملعب؟ فطبعا مش هيبقى فيه، لازم اللي بيبقى قاعد على الفار. لا، ثانيه واحده، على نفس مستوى الحكم. يعني انا حكم فار ملوش اشتراطات معينه انه يكون مثلا حكم في درجات معينه عشان يعرف يقعد حكم فار؟ لا، ما اخذ الفرصه، اخذ الرخصه، رخصه الفار من حق لجنه الحكام تعينه. مين بيدي رخصه الفار؟ لجنه الحكام في مصر. في مصر بيتعمل، بتعمل لها دورات. بيتعمل دورات وبتاع ده ميتنج وامتحانات ويجتاز الرخصه. فدي ممكن تطلع لنا حكم ممكن مثلا ما نجحش في الكوبر، ما مارسش كتير لكن معاه رخصه فار. ايوه، تطلع لنا العكس لو حكم مثلا ما خدش رخصه الفار. طب ما ليه ما تعملش معايير بشكل افضل شويه يساعد ان يعني يدخل في السيستم ان يكون الحكام اللي مارسوا او الحكام اللي اشتغلوا هم ليهم اولويه في الحصول على رخصه الفار؟ يا كابتن احنا عندنا مشاكل كتير. انا بقول لك من مشاكل الفار مشاكل كتير جدا. انت احنا كابتن لو احنا انا نفسي حكام الفار يبقى في رخصه اكبر، دي مقفوله في حد معين. لا، انا نفسي حكم يبقى في الدوري الممتاز عنده 25 سنه يا كابتن محمد. مش هتيجي من يوم وليله،
هتيجي من اداره وتخطيط. الاداره وظيفتها 5 حاجات، لازم يكون في تخطيط جيد، لازم يكون في تنظيم يا كابتن محمد، لازم يكون في توجيه، لازم يكون في رقابه، لازم يكون في متابعه، الحاجات دي ما بتجيش. طب يعني احنا بنشوف في التحكيم ده واضح ان هو نتاج ممكن نسميه فوضى. طب في فكره تنظيم الداخلي للجنه الحكام، مين خد رخصه فار، مين ما خدش، مين شارك، مين ما شاركش، مين ما اكتسب الكوبر. ما دي اللي بتعمل بين الحكام بلبله ومعطرات يا كابتن محمد. طب الحاجات دي اللي بتعمل معطرات. انا مين المسؤول عن دي؟ لجنه الحكام. وازاي يتم اسامي معينه تكون سقطت في كوبر وتكون موجوده مثلا في الفار؟ وبناء على ايه بتختار مثلا كتله معينه من الحكام هي اللي تاخد رخصه الفار؟ مين المسؤول عن التنظيم؟ لجنه الفوضى دي مين المسؤول عنها؟ لجنه الحكام يا كابتن محمد هي المنوطه بالتعيينات في كل المسابقات. هي المنوطه فيها مجاملات، فيها تدخلات، مش عايز اقول لك زي مين، بس يعني مش عاوزين يا كابتن محمد يدخل في معطرات. الحكام كلها مستاءة من الموضوع ده، مستاءة. انا من الاسره التحكيميه والحكام كلها من مستاءة. ما ينفعش يا كابتن محمد انا اكون ناجح كوبر ومجتاز الكوبر وقاعد في بيتي وحكم مجتاز الكوبر قاعد على الفار، وكل ده بيقول لك عشان الحكام قاعده في التكييف ومفيش. لا يا كابتن محمد، المبدا والعداله والمساواه واحد بين الجميع، لازم يبقى في مساواه وعداله بين الجميع. هي دي يا كابتن محمد اللي بتوصل لنجاح المنظومه.